أهلاً أعزائي المشاهدين من جبل التطويبات، المكان الجميل الحلو الرائع، وخلفي كنيسة التطويبات، المكان اللي علم فيه المسيح بعظته الشهيرة على الجبل. أنا بصلي إنه اليوم الرب يلمس قلبك وحياتك بهذا التعليم. رح أتكلم عن كلام يسوع مستمراً في عظته الشهيرة: سمعتم أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. اليوم رح نتكلم عن موضوع لا تزني. أنا بدعوك إنه تشاهد هذه الحلقة معي، وطبعاً بصلي إنه تكون سبب بركة لحياتك. سأعود بعد هذا الفاصل. أهلاً أعزائي المشاهدين، مرة تانية إحنا على جبل التطويبات خلف كنيسة التطويبات. من كلمة طوبة: يا لسعادة يا لهناء الشخص. قال يسوع في هذه العظة: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى في قلبه. واو. فإذن هذه الوصية اللي بيتكلم فيها يسوع المسيح في شريعة العهد الجديد وفي دستور ومبادئ الملكوت الجديد في عظته على الجبل. لا تزني، هذه الوصية في شريعة موسى من ضمن الوصايا العشر، مثل لا تقتل. القتل والزنا كتير مرات ارتبطوا في بعض فجلبت الويلات والمآسي على البشرية. طبعاً خطورتها بتتعلق في مصير الإنسان. هذه الخطايا في العهد القديم لما كان بيرتكبها الإنسان لا تقدم ذبيحة، لأنه خطية الزنا والقتل كان العقاب الموت. طبعاً المسيح لم يلغي الشريعة، شريعة موسى، ولم يتجاوزها. مثل ما ذكرنا عدة مرات إنه جاء المسيح ليوضح ويفسر وليعطي بعداً روحياً وعمقاً جديداً، بيتكلم عن الدافع، عن النية من جوا. وضح كتير أمور في هذه الوصايا، مش بس وضحها، علا عليها وحسن البناء، رفعها إلى مستوى أعلى وإلى مستوى أرقى. قال: أما أنا فأقول لكم. سمعتم أنه قيل: أما أنا فأقول لكم. فيسوع المسيح هو مالك الشريعة، هو الآمر الناهي في هذا الموضوع، هو صاحب السيادة والسلطان المطلق الكامل على الناس. في شريعة العهد الجديد يسمو في الإنسان ليحلق في السماويات، ولكن ينغرس أيضا في عمق يتأسس على أساس متين، وهذا الأساس المتين لابد أن يظهر في الثمر وترجمة الحياة عندما فعلا يمارس تعليم يسوع المسيح. أخذنا إلى مستوى روحي وأدبي عالي جدا، وهذا طبعا بيتمشى مع قدسية الله، بيتمشى مع تعليم يسوع المسيح. فالمسيح لن ولا يتنازل عن إنه بطالب الإنسان بالكمال الكامل. أخذنا مع قدسية إرساليته ورسالته أيضا: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم. فإذا في شريعة المسيح حتى النظرة فقد زنى في قلبه. اليهود كانوا بيتكلموا عن الخطية الفعلية، إنه الإنسان يعني بيمارس الزنا، لكن المسيح أخذنا في عمق وبعد أعمق لتفسير هذه الشريعة، إنه بالواقع هي بتبتدي من جوا، من القلب تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، عهارة. فأخذنا إلى الأساس، إلى الموقع اللي بتصدر منه هذه الأمور. في شريعة المسيح حتى الزنا مكتوب فقد، حتى الشهوة، فالإنسان بيزني في قلبه. فالزاني يفتقر إلى الكرامة الإنسانية ويسبب ويلات،
كم من خطايا الزنا اللي سببت القتل بسبب الشرف، واللي عملت حروب أهلية وحروب بين قبائل وحروب بين جماعات، وكم من البيوت اللي انكسرت والطلقات والانفسخات، عدا عن الأولاد الغير شرعيين. دايماً الإنسان لما ما بيمشي بحسب شريعة الرب وبحسب نظام الله، يعني كأنه عم بهين الله وعم بيسخر من الله، يقول ابعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر. فالزاني بيفتقر للكرامة، بيفتقر لكتير أمور تعتبر عيب ووصمة عار في من ناحية كتابية طبعا وفي المجتمع الشرقي. الكتاب المقدس بسفر الأمثال، وفي كتير بيتكلم بسفر الأمثال عن هذا الموضوع، مكتوب طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. إبليس بيستدرج الإنسان خطوة بخطوة، بيصل إلى حالة التخدير، بيتخدر الإنسان. تبتدي في نظرة، في كلمة، في مشهد، بتغرس في النفس، فتبتدي بذور الشهوة تخرج لبرا وتطلع من هذا الإنسان، فبتستعبد وبتقيد حياة هذا الشخص. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. The kingdom of God, or as Matthew calls it in his gospel almost all the time, the kingdom of heaven, really is not talking about a kingdom that is far off, distant in heaven after death, but it is Jesus' way of talking about the rule of God in the hearts of people. What is it that God wants to do in all humanity? How does he want to reach in and be present in their daily lives, in their struggles, in their triumphs? And how is his love going to be expressed to mankind? So the kingdom of God is within you, Jesus will say. And then the kingdom of God is about us. It's happening right now. And if you're going to be in that kingdom, if you're going to be someone who is a subject of that king, how are you going to live? What are the qualities that are embraced? What are the rules to follow? أهلاً أعزائي المشاهدين، منواصل تعليم لا تزني من جبل التطويبات. طبعاً المسيح ركز على المبادئ الملكوت، الشريعة الجديدة اللي بتتكلم عن النية من جوا وعن الدافع الحقيقي لأي فعل. وبتعرفوا أحبائي، كتير مرات يمكن الإنسان بيتساهل، بيتنازل، بيقول طب ما هي بس نظرة. طبعاً الله خلق كل شيء جميل حولنا، لكن الطريقة اللي بننظر لهذه الأشياء، الجمال بالعكس مش عيب، احنا منمجد الله ومنشكر الله على كل حسن وجمال، لكن لما بتصل إلى حالة الشهوة الردية اللي بتتبلور في القلب لابد أن تنتج موت. وهذا ما قاله الرسول يعقوب: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحداً، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فإذا أحبائي، بتبتدي يمكن من النظرة اللي هي النافذة اللي بتدخل لأعماق ولنفس القلب. الله وضع نظام أحبائي من بداية الخليقة، بيتكلم مكتوب عن إنه خلق رجل واحد وامرأة واحدة، في الزواج يكون الاثنان واحداً، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. فإذا هذا النظام الإلهي الصحيح، رجل واحد امرأة واحدة، مش نساء ولا رجال، فهذا القانون الإلهي ما يتعدهش الإنسان، وإنه الجنس هو عطية من عند الرب حتى يتكاثر الإنسان وللشركة والعلاقة. لكن الإنسان لما بيبتدي يتطلع على نظام خارج
نظام الله وعم بيطلب من الله ما تتدخلش في حياتي، ابعد عني، لابد انه بنبتدي نحصد طبعا عدم يعني وجود الله في حياتنا. سفر الأمثال مثل ما ذكرت مليان بيتكلم عن الأشخاص اللي بيرتكبوا هذا النوع من الخطية. مكتوب أعاره لا يمحى، يفتقر إلى رغيف خبز، يسمي الكتاب جاهل وأحمق، يضع نار في حضنه، ألا يحترق؟ أكيد بده يحترق. وعدا عن الانتقام، وعدا عن سلسلة المآسي والبلايا اللي بتستمر في حياة المرتكب هذا النوع من الخطية. عنا بالشرق تسمع عن كتير القتل، قتل الشرف أو من أجل الكرامة، هو كله بالواقع بسبب الكبرياء الذاتي الداخلي. لو الإنسان بيمشي بحسب شريعة الرب كان مجتمعنا سليم صحيح. تخيل لو الناس عايشة العزة على الجبل، شو ممكن يصير، شو ممكن يحدث في هذا العالم. على فكرة الإنجيل حذر من خطيتين، أولاً قال أهربوا من عبادة الأوثان، ثانياً قال أهربوا من الزنا، أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، أهرب من هذه الأمور، من محبة المال أيضاً. هذا ما فعله يوسف لما زوجة فوطيفار حاولت عدة مرات أنه حرفياً تغتصب يوسف، كان يرفض، أبى. وبعدين في يوم من الأيام استخلت فيه، كمشت، مسكت في الجاكيت بتبعته، ترك الرداء وهرب، حرفياً هرب، مع أنه حصد ودفع ثمن باهظ سنين موجود في السجن. هذا ما فعله يوحنا المعمدان عندما تكلم مع هيرودس أنتيباس، قال له لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك. النتيجة قطع رأس يوحنا المعمدان لأنه تكلم بالحق. يقول الكتاب المقدس ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله. الزواج المسيحي طهر ونقاء، الفريسيون ركزوا على الفعل، المسيح ركز على الدافع من جوا، كيف بتبتدي الخطية اللي بتقود الشخص للزنا الفعلي، والمحرك هو الشهوة، قد زنى في قلبه. بعدين بقول أفضل أنك تقطع عينك، تقطع إيدك وتقلع عينك. قطع العين واليد طبعا ليس حرفيا، لأن الخطية تنبع من الداخل، شو بدك تقطع؟ تقطع في هذا الجسد. يعني بكلمات مبسطة تعامل المسيح مع مصدر الخطية. المسيح أحب الخطاة، غفر للخطاة، غفر للمرأة الخاطئة، وغفر للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. قال أمدانك أحد؟ قالت لا يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك. لكن المسيح دفع الثمن على فكرة، قدم حياته، بذل نفسه على الصليب ذبيحة حتى أنت وأنا ما نموت، لكن يكون إلنا الحياة، في شخص أخذ مكانك، مات بديل عنك. دايما في ثمن لكل شيء، المسيح دفع الثمن، يعني حررنا من الدين. فكل عليك أنك تسلك في القداسة وتصلي أن الرب يساعدك ويعطيك نعمة وقوة في الداخل. الرب يباركك. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى بحييكم من جبل التطويبات، وعاوز أختم هذه الحلقة إنه المسيح بركز على الدافع القلبي، يعني من القلب تخرج الأفكار الشريرة، وجاء المسيح ليعالج الخطية. يمكن أنت اليوم محطم بخطية من الماضي، يمكن أنت بسبب غضبك قتلت في داخلك أو اشتهيت في داخلك، والكتاب المقدس بسميها خطية. لكن احنا شفنا من حياة يسوع الكاملة وتعليمه وكيف اتعامل مع كثير من الناس، لدرجة انه كان الخطاء يأتون اليهم ليعالج. فانا عاوز اقول انه ما فيش خطية كبيرة او صغيرة على الرب يسوع المسيح. المسيح دفع الثمن
مات على الصليب لكي يكون بديلاً عنك ولكي تحصل على البر، بر الله في حياتك، وبتحصل على الولادة من فوق والخلاص بنعمة الرب يسوع المسيح. كل ما عليك اعترف بخطيتك، توب وآمن بالرب يسوع المسيح فيخلصك ويغفر خطاياك أيضاً. على فكرة بحب أسمع منك.